المطار وودعه في مطار الدوحة في رحلته هذا اليوم. هذه الصور أيضا تأتيكم من الحافلة التي أقلت اللاعبين من الفندق وحتى المطار. ايضا وصول النصر الى المطار مع الانديه السعوديه في كل مكان وبجميع في كل التفاصيل في اسيا. بالتاكيد النصر وصل اليوم ايضا الى مطار الملك خالد في الرياض، وهذه الصور ايضا التي استقبل بها المصور زميلنا عبد الله الحبيش نادي النصر.